وجليل وقوع المكاره
فيها فهو بناء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أمره لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك فهذا ما لا تقرب له السماوات والأرض يا سيدي فكيف لي وأنا أبدوك از همه بهتر خودت منو میشناسی شب جمعه این شناسنامم رو دست در گرفتم اومدم من بنده تو هم کدوم بنده از ضعیف و دلیل و فقیر و مسکین و مزدکیر یا الهی و سیدی و مولا فلا سيرتني للعقوبات ما دعيت وجمعت بيني وبين أهل بلائك ففرقت بيني وبين أهل بلائك وأوليائك فهبني فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك وهبني يا إلهي صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك أم كيف أسكن في النار ورجائي أفنك فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهل هذا جيج الآمنين ولأصرخن إليك صراخ المستسرقين ولأبكين عليك بكاء الفاقدين ولأناديك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية آمال العارفين يا قياس المستغيثين يا قياس المستغيثين كلف دارا حاجت من دادر دارا بگر يا قياس المستقيم يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع صوت عبد المسلم
سجن فيها بمخالفته فذاقتها ما أذابها بمأسيته فهرس بين أتمامها بجرمه وجريرته وهو يضج إليك ضجيج مؤمن لرحمتك وينادي بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك.